السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم إيمان قاسم، هنكمل مع بعض ورشة الفراشة ونشوف هنعمل إيه في الجزء الرابع والأخير. أهلا بيكم. وهندخل فيها في الخرزة هي اللي احنا حاطينها، وهننزل في الخرزة اللي تحت عشان ميبقاش فيه فارق كده بينها وبين الشغل. تمام، اهو كده اهي طلعت لبره. تمام، هنشتغل بقى كده، نحاول ايه ندخل في الخرز اللي جنبها علشان خاطر ايه نثبت الشغل بتاعنا. تمام، اهو احنا عايزين ايه، عايزين نطلع من الخرزة دي. اهو بنلف لها عشان نوصل لها. اهو كده طلعنا اهي من الخرزة الاخيرة عشان نشتغل تاني. تمام، السطر بقى اللي بعد كده بدايته واحدة سودة وواحدة ازرق. الازرق اللي هو اللي احنا نطورناه هنا، هنطور برضو كده حوالين الديل كده. فبدايته واحدة سودة وواحدة ازرق، يعني خرزتين، حطينا خرزتين. ندخلها كده ونطلع مش زرقاء اهو. تمام، هنكمل بقية السطر ونرجع لكم نقول الالوان ايه عشان تكتبوها ورايا وتشتغلوها. تمام، هنشتغل الالوان دي، هيبقى 4 اسود 2 اصفر 3 اسود، ونكمل بقية السطر وايه ونرجع يعتبر. يلا بينا نكمل السطر الثالث. في الجزء الثاني، السطر الثالث بدأنا ب اسود وازرق، وعملنا 4 اسود 2 اصفر 3 اسود 2 اصفر 4 اسود 1 ازرق 1 اسود. طبعا اتفقنا ان الغرزه الاخيره دي طايره عشان طالعه لبره. هنا بقى دور طالع لبره ودور داخل لجوه، يعني اللي مره يعني الدور ده السطر ده مش هنحط خرزتين في اول السطر، هنشتغل خرزه واحده عادي. طبعا نشوف زي ما اتفقنا، نشوف البطرون فاضل شغال اللي فيه. اقرب لكم الرسمه، احنا عملنا هنا يبقى الدور ده بدأ باتنين اسود اتنين اتنين اصفر واحد اسود، واتنين اصفر اربعة اسود اتنين اصفر واحد اسود اتنين اصفر اتنين اسود. ده السطر اللي عليه الدور. طبعا اللي كانش فيه سطر هنا باين، نشوف هنا نشوف هنا، المهم بنعوض عن الالوان الموجودة بالالوان اللي احنا مستخدمينها. نعمل السطر الجاي ووريه لكم. خلصت السطر الخامس، الرابع، واحد اتنين تلاتة اربعة الرابع خلصت اهو. طبعا قلنا السطر ده داخل، يعني لا في خرزة طالعة من اليمين ولا خرزة طالعة من الشمال، هو كده ايه هنشتغل واحد طالع واحد داخل واحد طالع واحد داخل. تمام، وادي ترتيب الالوان فيه، اتنين اسود اتنين اصفر واحد اسود اتنين اصفر اربعة اسود اتنين اصفر واحد اسود اتنين اصفر اتنين اسود. هنقلب بقى الشغل كده. تمام، وهنعمل السطر اللي جاي ونشوفه هيبدأ معانا ازاي. السطر عشان هتوه الفتلة، بس عشان الفتلة بدأت تصغر وبقت بتنسل معايا، فهتوهها ونرجع لكم ونشوف بقية الفراشة عاملة ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت تتويه الفتلة وجبت فتلة جديدة. هنبدأ السطر بعد كده، السطر الخامس من بعد الجزء التاني، بيبدأ باتنين خرزة، بنحط اسود وازرق وبنشتغل عادي خالص، بنعدي من تحت لفوق اهو ونشدها طلعت بره. سطر داخل سطر طالع، سطر داخل وسطر طالع. نشوف بعد كده هنا اهو عندنا تلاتة اسود اتنين اصفر واحدة اسود واحدة اصفر واحدة اسود واحدة اصفر واحدة اسود اتنين اصفر تلاتة اسود واحد اصفر واحد
اسود. طبعا الحرف ده احنا عاملينه ازرق، الحرف ده نعمله ازرق. هكمل السطر وارجع لكم. وصلنا هنا لنهاية السطر. بنعمل غردة الطايرة بننزل لتحت عشان نثبتها، وبعد كده نطلع لفوق. من نفس الخرزة الأخيرة اللي احنا حطيناها ده كده السطر رقم 5. 1 2 3 4 5 كده. احنا هنعمل السطر رقم 6، هيبقى داخل، اللي هو يبقى 2 اسود 2 اصفر 3 اسود 1 اصفر 2 اسود 1 اصفر 3 اسود 2 اصفر 2 اسود. واخدين بالكم من الترتيب اهو؟ انقلوا بقى واكتبوا الارقام الحروف علشان تشتغلوها معايا. يلا نعمل السطر رقم 6 ونرجع لكم. كده خلصنا السطر رقم 8 اهو. ترتيبه اسود ازرق اسود اسود اصفر اسود اصفر 4 اسود اصفر اسود اصفر 2 اسود ازرق اسود. تمام، ده السطر رقم 8. هنقلب الشغل ونبدا السطر رقم 9. طبعا احنا كنا متفقين ان سطر داخل خارج داخل خارج داخل خارج، الا عند التسعة بقى هيبقى داخل برضو، يعني مش هنعمل خارج بقى زي زجزاج كده، لا الرقم 9 داخل برضو. تمام، يلا نعمل السطر رقم 9. السطر رقم 9 اللي هو ده هيبقى 2 اسود ازرق 2 اسود، ونكمل ونرجع لكم. ابتداء من السطر التاسع هيبقى فيه نصين، يعني ايه؟ يعني هو السطر التاسع عندك 9 10 11. خلصنا النص الاول بتاع التاسع، 2 اسود 1 لبني 2 اسود 1 اصفر 1 اسود. هنفوت واحدة نخش في التانية، هنحط واحدة اسود ونعدي من تحت الفتلة، ده علشان الجزء الباقي بتاع الفراشة جسمها اهو، زي هنا هنا في وشها وهنا في بقية جسمها اهو، اللي هي القطعة دي. تمام، وبعد كده هندخل فيها تاني برضو، بحيث ان احنا عايزين نخش في فتلة كده، يعني بحيث ان احنا ايه ما نخليهاش تطلع، عشان احنا لو ندخلنا فيها تاني هتطلع الخرطة هتطلع، فاحنا بندخلها في اي فتلة كده ونخش فيها تاني، يعني ندخلها في فتلة كده من تحت ونخش فيها تاني كده، بحيث ان ايه ان الخرطة ما تطلعش اهو. تمام اهي كده. وبعد كده بقى ايه نطلع من السودة برضو علشان نعمل هنا ايه بقية السطر التاسع الجزء ده. تمام اهو، نكمل بقية الجزء ونرجع لكم اهو. طلعنا من الخرزة، احنا كده خلصنا السطر رقم 9 الجزء الثاني. عملنا النص ده شبه النص ده بالظبط، اللي هو عندك اسود اصفر اسود اسود ازرق اسود اسود، ورجعنا الشغل كده ونزلنا لتحت وطلعنا من الخرزة رقم 2. احنا عايزين ندخل برضو ندخل خرزة، يعني احنا كل مرة بندخل خرزة واحدة، هنا ندخل ايه يعتبر خرزتين، عشان احنا دخلنا من هنا ايه من الخرزة رقم 2. تمام، وهنبدأ بايه باسود اسود السطر رقم 10 اللي هو قبل الاخير، هيبقى اسود اسود ازرق اسود اسود بس، هنعمله ونرجع لكم اهو. طبعا مش هنكمل بقى عشان هو بقى نصين، زي ما احنا عملنا هنا الجناح مرتين جزئين، يعني هنا عملنا جزء بتاع الفراشه اللي من هنا عملناه زي ما قلت لكم اسود اسود ازرق اسود اسود. هنعمل كده نقلب كده ونشتغل بقيتها اللي هو السطر رقم 11 والاخير، عباره عن 3 اسود 3 اسود. نعمله 3 اسود ونرجع لكم اهو، او نعمله معاكم خلاص تقفيله الفراشه، علشان كده يبقى خلصنا الجزء اللي هو اليمين. نعمل جزء الشمال. طبعا الشغل بقى بيحتاج ايه بقى، تأني كده وبالراحه، طول ما انت بتشتغلي طول ما بتقابلك حاجات انت تعالجيها مع نفسك بشويش، واحده واحده كده، مفيش حاجه ان شاء الله تبقى غلط معاكي.
طبعا الخيط ساعات بيعطل معانا، فاحنا واحده واحده معاه وايه وبتأني وبالراحه اهو اتعدل. شفتوا بقى، انا ممكن كنت اوقف الكاميرا واعدلها مع نفسي وارجع لكم، بس انا قلت فرصه ان اوريكم الطريقه بتاعه الشغل ازاي وهدوء الاعصاب وانت بتشتغلي وما تعصبيش على حاجه. فانت لما بتشتغلي بالطريقه دي بتنتجي بتطلع منك الحاجه حلوه زي المسطره، لكن هتتعصبي وتشدي وقطع وقص مش هينفع. شغل الهاند ميد عايز راحت روقان، عايز روقان وراحت بال زي ما بيقولوا. ايوه انت بتشتغلي وانت مرتاحه، لا متعصبه ولا مجبوره، مفيش حاجه غصب عنك، انت بتعملي عشان تستمتعي، عشان هو مش حرفه يعني، هي هوايه فاهمين، حتى لو كنت بتتربحي منها ماشي. طبعا الفتله جابت اخرها الصراحه فاهمين، يعني فتله ايه من كتر الشد جابت اخرها. احنا بنحاول بقى خلاص عشان كده كده هننهيها، فبنحاول معاها بقدر المستطاع اهو. كده احنا خلصنا الجنب، كده خلص الجنب كده عباره عن ثلاث خرزات اهو عملنا. بصوا بقى جمالها، جمال الجنب ده، بصوا جماله، روعه روعه روعه. ماشي هقفل الجنب ده وارجع لكم ونشوف شكل الفراشه لما خلصت، تحس ان هي عايزه تطير خلاص. عملت اهو السطر السادس اهو، خلصته زي ما اتفقنا، لو اتنين واتنين وتلاتة، واحد اتنين واحد تلاتة اتنين اتنين. تمام، هنقلب كده ونشتغل السطر رقم سبعة. السطر رقم سبعة طالع لبره، في زيادة، احنا قلنا في واحد داخل وواحد طالع، واحد داخل وواحد طالع اهو، شايفين اهو، شايفين اهو، حبيت اقربكوا الكاميرا اهو، داخل طالع يعني داخل طالع داخل طالع داخل اهو. تمام، نشوف السطر اللي بعديه ايه ونرجع لكم نعمل السطر رقم سبعة. خلصنا هو السطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. السطر السابع اشتغلناه عبارة عن اسود ازرق اسود اصفر اسود اصفر اسود اصفر، تلاتة اسود واحد اصفر واحد اسود واحد اصفر واحد اسود واحد اصفر واحد اسود ازرق اسود. تمام، هنقلب الصورة كلها ما كانتش متصورة فهنعيد تاني معلش. قلنا اسود ازرق اسود اصفر اسود اصفر اسود اصفر، ثلاثة اسود اصفر اسود اصفر اسود اصفر اسود ازرق اسود. تمام، هنقلب كده بقى ونشتغل السطر رقم 8. نشتغل السطر رقم 8 ونشوف ترتيب الالوان فيه ايه. بدات شكلها يحلو وهو يبان، ويبان ان شاء الله تبقى شكلها حلو جدا. وهنقفلها مع بعض ونشوف السطر رقم 8. طبعا دي معموله مش بغرزه الطوب، دي معموله بغرزه نول من غير نول، صورتها لكم قبل كده، ودي غرزه الطوب. يلا نعمل السطر رقم 8. خلصت كده السطر ال 11 من الناحيه الشمال، من الناحيه اليمين من ناحيه الشمال. كده الفراشه خلصت اهو، ده مكوء الفراشه. طبعا الفراشه دي ممكن نستغلها، ممكن ننزل لها شراشيب من هنا، ممكن نحط لها هنا حلقه وهنا حلقه، تستخدم كسلسله او حلقه في النص، تستخدم في النص كده استخدامها، او ممكن كده ونحط لها الحلقه هنا. استخدام كتير، ممكن تتحط على تيشيرت او اي حاجه تتخيط، يعني تتخيط فيه، ممكن تبقى بالجنب كده تستغل كميداليه. ممكن نحط لها قماش بوخ، يعني نستغلها في قماش بوخ ونعمل لها يعني كذا فراشه، يعني مثلا واحده في النص كده واحده كده وواحده كده، ثلاث فراشات يعني. استخدامات كتير جدا جدا ممكن نستخدمها منها. يا رب تكون الطريقه عرفت اوصلها لكم، كانت واحده طلبتها مني على جروب الفيسبوك، وان شاء الله هتتوالى مع بعض الورش المطلوبه. هنعمل بقيه الورش اللي انا قلت لكم عليها ووعدتكم بيها، معلش لاني بطيئه جدا انا عارفه، لكن ان شاء الله بحب اصور الحاجه باتقان واحضرها وعبال ما تاخد بقى مونتاج وكل الحاجات دي. فيا رب ان شاء الله يكون الورشه وصلت لكم. هحاول العب بقى فيها كده واشوف موضوع الشراشيب دي وتركيب الحلق والسلسله، واصورها لكم تصوير نهائي كصور يعني، بس عشان خاطر ابدا انزل بالفيديوهات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو سهل بالنسبه لكم وعرفت اوصل لكم المعلومه. مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هنكمل مع بعض. الفراشة جات لي فكرة اني اعمل لها شراشيب زي ما كنت قلت لكم، عملت مجموعة من الشراشيب او بدأتهم بخمسة لقيتهم قليلين، فرحت تزودها هنا ثلاثة، هنا اتنين، وهنا اتنين، واتنين في النص، فقلت ايه حلو كده العدد كويس، فهزود هنا اتنين كمان اللي هما الاتنين الاخرانيين دول، فقلت ايه اصورهم معاكم. طبعا هي كده الفراشة بقت جاهزة على ترتيب الفواصل، فهنعمل بقى كده دلوقتي السلسله الاثنين الاخرانيين اللي قلت لكم عليهم. بنحط الخرز الاسود، طبعا هو بدايته اسود، وبعد كده واحده صفراء، وبعد كده الكريستاله، وبعد كده بنهيها بواحده فوشيا. طبعا الترتيب او اختيار الالوان اكيد حريه شخصيه لكل واحد حسب ذوقه وحسب هو عايز ايه. بنحط الخرز الاسود ونقيس المسافه. طبعا السلاسل مش شرط بقى تبقى ايه الخرز فيه اللي مقاس واحد، لا، فاحنا بنختار بقى عشوائي كده، اي بواقي خرز بقى عندك بينفع في موضوع السلاسل ده. بنعمل كده ونقيس بحيث انها تبقى ايه اصغر من السلسله اللي قبلها، علشان طبعا ايه تبقى جايه فيها تدريجه، واخدين بالكم الحته دي اهم حاجه ايه تبقى فيها التدريجه اللي احنا عاملينها في النص طويله وفي الجناب ايه مرتفعة شوية، قصدي يعني مرتفعة. طبعا احنا بنخليها اقل من اللي قبلها بثلاث خرزات كده يعني اهو، تمام حلو كده. هنشيل ثلاث خرزات ونحط واحدة صفرة ونحط الكريستالة، نحط خرزة صفرة وكريستالة، وبنقفلها بالايه بخرزة فوشيا. اهو كده، وبنرجع بقى طبعا ايه في السلسلة بنشيل الاخيرة دي وبنرجع فيها كلها. طبعا قبل ما نثبتها بنقيسها بالنسبه للسلسله اللي قبلها مناسبه ولا لا، بس قبل ما نثبت طبعا بنحب ايه نشوف المقاس، اهو اقصر منها يبقى تمام، يبقى هنكمل ونثبت ونرجع يعني للاخيره. وصلنا لفوق، طبعا ما نخليش فواصل خيط بين الخرزه الاساسيه في الشغل وبين السلسله علشان ما تبقاش نازله لتحت كده والخيط باين، وبنطلع خرزه كمان، ده بقى هو ايه التثبيت، وبنرجع تاني علشان ايه نعمل اخر سلسله. نفس اللي عملناه في السلسله دي هنعمله برضو في السلسله الاخيره دي، ان احنا بنحط الخرز ونقيس وبعد كده ايه نطلع شويه وبعد كده بنشوفها مناسبه للمقاس ولا لا، نعمل السلسله الاخيره ونرجع لكم. عملت اهو السلسله وقست المقاس لقيتها مظبوطه، فايه هطلع بقى ايه في الخرزه اللي هي نازله منها السلسله اهو، هطلع بقى فوق علشان ايه خلاص كده مفيش سلاسل تاني، اثبت بقى ايه على السلاسل دي عشان ما تنزلش مني ولا حاجه اهو. طبعا شكلها ممتاز جدا بالسلاسل، طلعت شكلها حلو جدا اهي. هنكمل بقى نطلع كده الابره ونثبت زي ما عملنا، وبعد كده نحط بقى ايه هنا حلقه وهنا حلقه، ونحط يا اما سلسله يا اما انا بفكر كمان اعمل خرز، يعني اعملها بسلسلتين خرز كده، كريستال مثلا برده مطعم مع خرز اسود او لولي اسود، هتبقى شكلها تحفه برده. نجرب مع بعضينا ونشوف هنقفلها ازاي. كده خلصتها خلاص، بعد ما عملت الشراشيب لقيتها فكرتها طلعت فعلا جميله وحلوه، ممكن تعملي بقى انت بتنهيها بلولي، تنهيها بكسر حجر زي ما انت عايزه. وعملت كمان فرعين بدل ما احط سلسله معدن، تعمليها فروع احسن شكل يعني انت زي ما انت عايزه، ممكن تعملي اتنين، تعملي اتنين كده، تعملي تلاته، تعملي من نص هنا، يعني انت عندك ابداع تعملي زي ما انت عايزه وزي ما انت تحبي. هنا بصي استخدمت اللولي الاسود حجمين 8 و6
واستخدمت برضو نفس المصدف اللي عاملة بالنهايات، وبرضو شوية كسر اللي هو زي كسر حجر كده، ونص تفسيرة يعني كولكشن خلاص بيديله شكل وجمال مميز يعني. كده يا رب يكون الورشة عجبتكم واستفدتوا بيها، وإن شاء الله الورش الجاية إن شاء الله نتعلم حاجة جديدة ومختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.